بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بنكمل شرحنا لمادة الـ Math of Finance، رياضة التمويل. النهاردة هنتكلم عن الـ Compounded Interest، الفايدة المركبة، أو اللي ليها اسم تاني هو اسمه الـ Converted Interest. Compounded Converted الاتنين نفس الكلام. شرحنا سابقا يعني ايه فايدة بسيطة، وقلنا فايدة بسيطة هي رمزها بيكون R. هنا هنتكلم عن Compounded او converted interest رمزها هيكون اي. اولا تعال افكرك بالفايده البسيطه كانت انظمه. طبعا احنا الاول بنتكلم على السنجل بيمنت. سنجل بيمنت يعني مبلغ واحد، ونقعد نحركه شمال يمين. لسه بقى هنتكلم على الانويتيز، الدفعات، مبالغ كتير اسهل طبعا، والدنيا حلوه يعني ان شاء الله. المهم انت عندك رسمه بالشكل قدامك ده، عندي مبلغ مقداره 1000، عندي المده 3 سنين. طيب والار، الار سيمبل انترست ب10%. فطبعا انا عايز احسب الاماونت، الاس هطلع قدام كده، فالاس عباره عن بي 1 زائد ار تي. البي برنسبال اصل المبلغ ب 1000، والتايم 3 سنين، والفايده 10%، يبقى 10% في 3 يطلع لي ناتج كام؟ 1300. اما الكومباوندد انترست عباره عن ايه؟ مش شفت ان انا عملت ايه؟ خدت ال 1000 مشيته على طول طوالي لحد هنا. اما هنا هاخد ال 1000 هيمشي لحد هنا، وهحسب الايه؟ الاس. والناتج اللي يطلع اخده احسب له اس، والناتج اللي يطلع اخده احسب له اس. هي دي فكره الكومباوند انترست، فايده ثابته ما تتغيرش، لكن البرنسبل المبلغ هو اللي بيتغير. تعال نشوف لو المبلغ ده ب 1000، تعال نحسب له الاول الاس بتاعه. هنا بقى يا جماعه، هناك كنا بنقول ان الفايده بي 1 زائد ار دي، هنا نقول له بي 1 زائد اي تي، هو ده الاختلاف. يبقى البرنسبل بكام؟ ب 1000، نزل اهو ال 1000، والاي الفايده هي نفس الفايده، هنشتغل على نفس الفايده اللي هي كام؟ 10%، بس اسمها اي ايكوال 10%، عادي جدا، تمام. يبقى 1 زائد 10% في التايم 1 يير، انا بتكلم على 3 سنين، دول كلهم 3 سنين، انا قسمتهم 3 حتت، سنه وسنه وسنه. فضربت في واحد اللي هي بتاع اول سنه الحته دي، فطلع لي 1100، ال 1100 ده هو يعتبر برنسبل جديد، نيو برنسبل، يعني هحط هنا 1100 واجي احسب اس 2، هتلاقي بي 1 زائد اي تي عباره عن 1100 اهي، خدتها نزلتها هنا، 1 زائد اي، 1 زائد اي اللي هي 10% في التايم اللي هو 1 يطلع لي 1210. اخد ال 1210 تاني واروح احسب اس 3، هتلاقي 1210 في 1 زائد 10% في 1 يطلع لي عندك في الاخر كام؟ 1330. يبقى نفس المده بنفس المبلغ اللي كان معاك في الاول 1000 و1000، هنا الناتج طلع لي 1300 وهنا طلع لي 1330. ايه الفرق يا عم محمود؟ مش فاهم الفرق. ان الكومباوندد انترست الفايده المركبه بيحصل لها عمليه انكريز. الاماونت خلي بالك فوق كانت 1300، هنا 1330. فممكن يقول لك في السؤال يعني ان دي اسمها انكريزنج ريت. لما يقول لك انكريزنج ريت يبقى يقصد هنا انه بيتكلم على المين، على الكومباوندد انترست، تمام؟ تمام. طبعا تعالى نتكلم على القوانين. ودايما يا جماعه المساله ما يكون فيها كومباوند انترست لازم تعمل الاثبات بتاعك، لازم تعمل الاثبات بتاعك. فصلى على النبي وتعالى نشوف. بيقول لي ترسم له خط الزمن عادي جدا، وادي البرنسبال اصل المبلغ الاولاني. طبعا لما بروح الناحيه الثانيه بحط بي في 1 زائد اي، فالمده ديت اعتبرتها 1 زائد اي او الفايده. وادي السنه 1 year، الفيرست year اول سنه، الاس عباره عن بي 1 زائد اي، ده القانون بتاعي. السنه الثانيه هاخد اس 2، هتبقى عباره عن ايه؟ اس 1 بي 1 زائد اي، اللي هو الناتج اللي هيطلع هنا اللي هو ده، هاخده ابدا بيه السنه اللي بعدها. مش انا لسه كنت بقول لك من شويه ان اللي بيطلع باخده ابدا بيه، صح؟ فال 1100 دهيت تعتبر اس 1، ولما خلصت الناتج 1210 طلع، فدخلت احطه هنا، فده يعتبر اس 2. فاس 3 عباره عن اس 2 مضروبه في 1 زائد اي تي، فهو نفس الكلام هنا، اس 1 بي في 1 زائد اي، اس 2 هتبقى عباره عن اس 1 مضروبه في 1 زائد اي، اس 3 هتبقى عباره عن ايه؟ اس 2 مضروبه في 1 زائد اي، تمام؟ تمام.
تعال نفك الكلام ده. اس واحد، اس واحد نفسها عبارة عن بي في واحد زائد اي، يبقى انا عندي اس واحد هشيلها واحط مكانها بي في واحد زائد اي. تمام، ده اللي هو اصلا الجزء بتاع ايه، الفيرست اير. طيب فاضل لي مين؟ واحد زائد اي اهي كمان. طبعا واحد زائد اي في واحد زائد اي، يبقى واحد زائد اي اس اتنين اهو. تمام، دي الحته الاولى. طيب الثيرد يير، السنه الثالثه، هتبقى اس اتنين اللي هو الناتج اللي طلع هينزل تحت في واحد زائد اي. الاس اتنين دي اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن اس، عباره عن بي واحد زائد اي تربيع اهي. مش الحته دي اهي، خدتها نزلتها هنا اهي، واحد زائد اي تربيع. طيب مضروبه في ايه؟ مضروبه في واحد زائد اي، يبقى البي واحد زائد اي اس تلاته، مفيش اي مشكله. تمام، يبقى انا دلوقتي قلت لك السنه الاولى طلع لي بي واحد زائد اي، السنه الثانيه بي واحد زائد اي اس اتنين، السنه الثالثه بي واحد زائد اي اس تلاته، السنه الرابعه بي واحد زائد اي اس اربعه، السنه العاشره بي واحد زائد اي اس 10، السنه الميه بي واحد زائد اي اس ايه 100. طب لفوق لان من السنين لعدد سنين، يبقى بي واحد زائد اي اس ايه اس ان. تمام، يبقى ده القانون الاولاني بتاعي. تمام، هنا حسب ما يقول لي عدد السنين كام. طيب تعال نطلع قوانين من القانون ده. طبعا البرنسبال اقدر احسبه ازاي؟ اقسم الليله دي كلها على واحد زائد اي اس ان، يبقى البي تبقى عباره عن اس مقسومة على واحد زائد اي اس ان. تمام، طب انا عايز اطلع دي في البسط، يبقى هتطلعها في البسط وتغير اشارة الاس تخليه سالب، دي رياضة، شغل رياضة عادي جدا. تمام، يبقى البرنسبل هيبقى عبارة عن اس واحد زائد اي اس سالب ان، ده القانون التاني اللي احنا طلعناه. طيب مش انت لسه قايل من شوية ان الاس ايكوال بي واحد زائد اي اس ان؟ طيب، طب انا لو قسمت هنا على بي وهنا على بي، ساعتها البي دي هتروح مع البي دي، هيتفضل لك اس على بي اهي، وواحد زائد اي اس ان اهو. طيب تعالى بقى نطلع قانونين مهمين جدا، لو عايز احسب قيمه الاي ولو عايز احسب قيمه الان. عايز احسب قيمه الاي وقيمه الان. القانون اصلا يا جماعه بيقول لي ان البي واحد زائد اي تي. تمام، واحد زائد اي تي اس ان طبعا الان اللي احنا لسه اصلا ايه متكلمين عليه. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ماذا لو الاي مجهوله مش معطى في المساله، وماذا لو الان مجهوله مش معطى في المساله؟ طيب فانت عندك قانون للاي وقانون للان، تعال نشوف هنطلعه ازاي. في المساله لازم تحط الاثبات، فانا هوريك دلوقتي اصلا ازاي بثبت الكلام ده. انا هاخد لوغاريتم للطرفين، اللوغاريتم ده بتاع الثانويه العامه بقى. تمام، فناخد لوج للطرفين. تمام، لوغاريتم اس على بي ايكوال لوغاريتم واحد زائد اس ان اهو، في مشكله؟ مفيش مشكله. طيب لوغاريتم القسمه طرح، لوغاريتم القسمه طرح، يعني لوغاريتم اس على بي هتساوي لوغاريتم اس ناقص لوغاريتم بي، يبقى لوغاريتم القسمه ايه؟ طرح. عملت ايه يعني؟ فكيت الحته دي خليتها حتتين اتنين، لوغاريتم اس ماينص لوغاريتم بي. طيب لوغاريتم الاس بنزل الاس جنب اللوغاريتم، يعني الان دي هتقوم منزلها من فوق كده حاططها هنا اهو. تمام، ازاي؟ اهي ان لوج واحد زائد اي ان، واحد زائد اي. تمام، الان نزلت من فوق نزلتها جنب اللوج اهي، في مشكله؟ لا. طيب انا ايه المجهول بالنسبه لي؟ انا عايز احسب قيمه مين؟ الان. يبقى الان اعمل ايه؟ اقول لوج اس ناقص لوج بي مقسوم على لوج واحد زائد اي، ادي القانون بتاعي. تمام، تمام، متقلقش هوري لك دلوقتي بثبت ازاي الكلام ده، يعني انا اصلا بثبت ازاي بقى، بحل وبثبت وانا بحل. تمام، طيب ماذا لو الاي هي اللي مجهوله؟ بعمل ايه؟ باخد جذر ان للطرفين، لو ديت يعني لوغاريتم. تمام، جذر ان للطرفين، جذر ان للاس على بي وجذر ان لواحد زائد اس ان. عشان اشيل علامه الجذر ده اهي، هتتفك لي واحد زائد اي اس ان الكل اس واحد على ان. تمام، دي شغل رياضه، يعني انا مش هقول لك دي قاعده يعني او اقول لك المفروض تعملها ازاي، لا ده الرياضه بتقول كده، ان الجذر عشان يتشال فبحوله الى اس واحد على ان. تمام، يعني ديت لو جذر 4 يبقى 1 على 4، جذر 8 يبقى 1 على 8، جذر 10 يبقى 1 على 10، مفيش مشكله خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى انت وصلت للايه؟ للفورمال ده، للشكل اللي قدامك ده. انت عندك ان هنا هتروح مع الان دي،
يتفضل لك ايه؟ يتفضل لك جذر ان، جذر ان الاس على بي هيساوي 1 زائد اي ليس الا، هو ده. طب انت ايه المشكله بالنسبه لك؟ انا انت عندك ايه الازمه؟ الازمه كلها عندي في ايه؟ في حساب الاي. انا عايز اعرف قيمه مين؟ الاي. بمنتهى البساطه هاخد الواحد ده واديه الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، يبقى الاي بتساوي جذر اس ان الاس على بي ماينص 1. الواحد ده بره الجذر، ما هوش تحت الجذر عشان دي كتير كتير بيقعوا فيها، تمام؟ فالواحد ده مش داخل الجذر، تمام؟ تمام. تعال اقول لك شويه حاجات هتساعدك في حل المسائل اللي بتكون بالفايده المركبه، صل على النبي. لما يجي يقول لك ان الفايده 12%، تمام؟ الفايده 12% ويقول لي كونفيرتد او كومباوندد، فاضل يقول لك بقى ايه؟ مانثلي، كوارترلي، سيمي انيوالي، انيوالي، اتش فور مانث، اتش يير، ايا كان حسب ما يقول لك. فنقط، النقط ديت بيحط لك حاجه من الحالات اللي قدامك دي، دي كل الحالات الممكنه عن فكره ان الفايده تكون فايده ايه؟ مركبه. فتعالى ناخدها واحده واحده. لما يقول لك ان الفايده 12% كل شهر او 12% مانثلي، ده معناها ايه؟ ان الفايده دي 12% اهي، حلو تمام. يعني ايه واسكت لي كده 12% كونفرتد ايه مانثلي؟ يعني معنى الكلام ايه؟ اخد 12% اقسمها على 12 يطلع لي ان الفايده 1% بير مانث، يعني الفايده كل شهر 1%، تمام؟ يبقى الفايده كل شهر كام؟ 1%، تمام. ده بالنسبه لو هي ايه؟ مانثلي، تمام. يعني 12% دول يا جماعه هيتقسموا على 12 شهر في السنه، يعني انت الشهر الواحد بتدفع عليه فايده او بتاخد عليه فايده 1% كل شهر. سهله؟ سهله. طيب طب لو كوارترلي، كوارتر ده يعني السنه بتتقسم 4 ارباع، صح؟ ما هو السنه 4 ارباع، يعني هاخد 12% اقسمها على 4، يعني انا باخد في كل 3 شهور فايده 3%، او بدفع كل 3 شهور فايده قيمتها 3%، تمام؟ تمام. طيب بالنسبه لو هي سيمي انيوالي، يعني اقسم على 2 فاقسم 12% على 2 يطلع لي 6%، يبقى انا بدفع فايده 6% كل 6 شهور، تمام؟ اللي هو بما يعادل في السنه كلها على بعضها كام؟ 12%. طبعا هو هنا الكلام كان في الاول ان السنه، ان الفايده هنا سنويه، المدى السنوي زي ما انا كاتب لك كده، الفايده في السنه 12%، فده يعني ان هي كل شهر 1%، وكل لو مشيناها بالاربع تبقى 3% كل ربع، ولو كل 6 شهور يبقى في 6 شهور بيدفع 6% لان هي كلها 12. طب لو انيوالي يبقى هي عادي، ما هو اصلا انت قايل ان هي 12% انيوالي، يبقى هي انيوالي عادي زي ما هي 12% كل سنه. طب لو 12% اتش 4 مانثس، يعني كل شهر 4%، كل 3 شهور اسف 4%، لان انت 4 شهور ديت معناها ان السنه متقسمه 3 3 4 4 4 يبقى 12 شهر، يبقى انا بقسم على كام؟ على 3، يطلع لي كام؟ 4% بير 4 مانثس. طبعا فاكر انت ال ان ايكوال تي ام، تمام؟ تمام. ادي يا عم الاي، طبعا دي خلاصه الكلام اللي كان فوق ده. الاي هو المعدل السنوي مقسوم على عدد الشهور، دي الخلاصه. الفايده عباره عن المعدل السنوي اللي هو مديهولي اللي هو 12% على عدد الشهور. عدد الشهور اللي هو ايه؟ هي كل شهر بقسم على 12، كل ربع بقسم على 4، كل 6 شهور فبقسم على 2. يعني انت قسمت السنه لكام جزء. فالتفسير بتاع الكلام ده هو بيقول لك ان الام عدد مرات تكرار الفايده في السنه، انت الفايده دي كل كام مره في السنه. طيب عندك قانون هو الان ايكوال تي في الام، الان هي بترمز الى النمبر اوف بيريود، او بتعني النمبر اوف بيريود يعني عدد الفوائد او عدد الفترات، التايم اللي هو عدد الايه؟ السنين، والام عدد مرات تكرار الفايده في السنه، مفيش اي مشكله، تمام؟ تمام. صلى على النبي بقى، وتعالى نشوف تطبيق على الحاجات اللي فوق دي كلها. طبعا لازم انا امهدها لك في الاول واقول لك ايه هي الحالات كلها بتاعت الفايده بحيث تبقى لاممهم كلهم، عشان لما تيجي تحل مساله ما تبقاش تايه وانت بتحسب الفايده. طيب بيقول لي محمود ديبوزيتد 1000 فور 4 ييرز، بيودع 1000 كل 4 سنين، تمام؟ ويز كومباوند انترست از فولو، فايند ذا اماونت. والفايده بقى هدي لك 8 حالات ليها. تعالى نشوف الكلام ده. طبعا انت عارف هتحسب الاماونت، فايند ذا اماونت، هو بيقول لك المطلوب الاماونت، يعني تكتب قانون الاس بي 1 زائد يو اس ان. ماذا لو ان الفايده 8% انيوالي؟ هي اصلا انت مديها لي انيوالي اهي، يعني كم مره في السنه؟ مش لسه بقول لك
ان الاي هي المعدل السنوي على ام. ادي يا عم اكتبها لك، نقط الاي ايكوال المعدل السنوي اللي هو مدولي معطى في المساله 8% على ام، مش كانت ام باين؟ اه كانت ام، عدد مرات تكرار الفايده في السنه. هو المعدل مدولي كام؟ مديلي 8%، 8%. طب الفايده كام مره في السنه؟ مره واحده يعني انيوالي اصلا اهي. يبقى البي ب 1000 عادي، ده ثابت معايا في طول المساله. والفايده والواحد زائد اي، والفايده كام في الميه؟ 8%. تمام ماشي. اس ان، الان بقى بكام؟ الان هي عباره عن التي في الام، عدد السنين كام؟ 4. فعدد مرات تكرار الفايده في السنه هم 4 سنين، والفايده تكرر كام مره في السنه؟ مره واحده. يبقى 1 × 4 × 4 اهي. اللون الاصفر ده هو الاختلاف ما بين كل واحده والتانية. الحاله الثانيه لو الفايده 8% كومباوندد سيمي انيوالي، الفايده بتتكرر كام مره في السنه؟ مرتين. فاذا هنقسم 8% على 2، يبقى الفايده اللي هتتحط جوه القوس كام؟ 4%. طيب هنا قلت لك ان الان هي التي في الام، عدد السنين كام؟ 4 سنين. الفايده بتتكرر كام مره في السنه؟ مرتين. سيمي انيوالي يبقى 2 × 4 = 8. تمام تمام اهي. طب الفايدة 8% كومباوندد كوارترلي، يبقى 8% على السنة فيها كام؟ ربع، فيها 4 ارباع، ربع وربع وربع وربع. تمام. يبقى اقسم 8% على 4 يبقى كام في المية؟ 2%. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. طيب ال N بكام؟ عدد السنين كام؟ 4. والمبلغ كم مرة في السنة؟ الفايدة بتتكرر كم مرة في السنة؟ هي كل ربع، وأنا عندي 4 ارباع، يبقى 4 × 4 = 16. طب لو هي converted monthly، monthly يعني 12% على 12 اللي هي الحتة دي، فيبقى ما بين القوسين كام؟ 1%. طيب ال N بكام بقى؟ عدد السنين كام؟ 4 سنين. عدد مرات تكرار الفايدة في السنة 12، لأنها يعني converted monthly، يبقى 4 × 12 بكام؟ ب 48. طيب لو الفايده كل 4 شهور، يبقى اولا اقسم يعني كده اقسم السنه 3 تلات، فهقسم 12 على 4 شهور يطلع لي 3. تمام. طيب عدد السنين كام؟ 4. عدد مرات تكرار المبلغ في السنه 3. الفايده تتكرر كام مره في السنه؟ 3. يبقى 4 × 3 = 12، ادي ال 12 اهي. طيب لو الفايده 1% بير كوارتر، ده هو مجهزها لي، ده هو قايل لي ان هي خدها مساء الفل، هي 1% كل ربع اهي. يبقى ما بين قوسين احط ال 1% عادي، مفيش اي مشكله، هي جاهزه. فوق بقى عدد السنين كام؟ 4. بير كوارتر دي يعني كل ربع بياخد 1%. طب انا عندي كام ربع في السنه؟ عندي 4 ارباع، يبقى الفايده بتتكرر كام مره في السنه؟ 4 مرات. يبقى ال ان تي في الام 4 × 4 = 16. طيب 2% فور اتش مانث، 2% كل شهر، يبقى ما بين قوسين هي جاهزه 2%، بس فوق قال لي كل شهر، يبقى انا في السنه هاخدها كام مره؟ 12 مره. طب انا عندي كام سنه؟ عندي 4 سنين، يبقى 4 × 12 = 48. واخر حاله هو الدكتور ما شرحهاش بس قشطه يعني هنقول عليها برضو. لو بيقول لي جي ب 12%، يعني ايه؟ مش فاهم. هنا معناها ان النومينال ريت، النومينال ريت اللي هو الفايده الطبيعيه يعني انت عارف اللي هو الفايده 12% عادي جدا. تمام. وعدد الشهور 12. تمام. فانت عارف ان الاي هي عباره عن النسبه اللي مديها لي اللي هي 12%. تمام. على الام عدد مرات تكرار الفايده في السنه. تمام. يبقى 12% على 12 عدد مرات تكرار المبلغ في السنه في او يطلع لي اديك 1%. تمام. جي 12% يعني الفايده 12% وكل 12 شهر. تمام. هنوضحها لك برضو في امثله تانية تقريبا يعني، بس هي اصلا مش مقرره عليك، بس ماشي. يعني اول حاجه الفايده الحاطه من قوسين هيبقى 1%، في مشكله؟ لا. تمام. الفايده كم مره في الشهر؟ 12 مره في السنه، مره في الشهر يعني مره كل شهر، مره كل شهر، يبقى في السنه كم مره؟ 12 مره، يبقى 4 في 12 بكام؟ ب 48. تمام؟ تمام. نشوف مثال تاني. بيقول لي محمود ديبوزيتد 3000 اد 10% وما بين قوسين تحت كده حط لي 2، معنى الكلام ان الفايده ديت 10% مرتين في السنه، يعني سيمي انيوالي يعني كل 6 شهور. تمام تمام. ده شكل تاني برضو المشكله اللي قلناها. هاو او ذا اماونت ووز، والاماونت كانت ب 4800. هاو ميني يير نيدد،
الان هتبقى بكام؟ الان هتبقى بكام؟ انا لسه كنت بقول لك من شويه ان انا عندي قانونين اتنين، الان والاي، الان والاي. طب العمل هحط له القانون بقى على طول، ان ايكوال لوج اس ناقص لوج بي على لوج واحد زائد اي. اعمل كده ولا ايه الدنيا؟ طبعا الكلام ده هيكون غلط. الدكتور عايزك تثبت الاول انك هتحط القانون، تروح حاطط الارقام اللي مدالك مرتب في المساله، ما انت كده طلعت الناتج. طبعا هو مش عايز كده، هو عايزك تثبت. هتثبت ازاي؟ صلى على النبي. بمنتهى البساطه هوري لك برضو. مش انت لما جيت تثبت هنا في الاول خالص، في اول الموضوع كتبت له الاس ايكوال بي في واحد زائد اس ان، نفس الكلام تعالى نحط القانون اهو، اس بي واحد زائد اس ان، بس هنا بقى ابدا احط له ارقام. هتحط الارقام في شكل اثبات. الاس معطى في المساله بكام؟ ب 4800، دي الاماونت، تمام. طب والبي البرنسبال قال لي هو اودع 3000، قال ال 3000 حطيتها له هنا اهي، تمام. واحد زائد اي الفايده ايه نظامها؟ قال لي انها سيمي انيوالي، يبقى 10% على 2. والان هي دي المطلوب، هو ده اصلا هو عايز يحسب قيمه الايه؟ الان، تمام. ده مجهول، ده انا عايز احسبه. طيب فبمنتهى البساطه هقسم الطرفين على 3000، فال 3000 ده هيروح مع 3000 اللي هيتقسم عليها، وهنا 4800 على 3000 هيتفضل لي هنا الجزء ايه؟ الجزء ده، تمام. انت هنا لما وصلت للحته دي لا دي خدت لوج للطرفين او جذر، بس الجذر هيوديك لحته الاي. انا مش عايز امشي في الاتجاه ده، ده انا عايز امشي في اتجاه مين؟ الان، تمام. فانا همشي في الخطوات دي، فناخد لوج للطرفين، يبقى لوج 4800 على 3000 هيديني لوج او ايكوال لوج 1 زائد 5% اس ان. وانا قلت لك لوغاريتم القسمه طرح، يبقى لوغاريتم 4800 ماينس لوغاريتم 3000 يديني، قلت لك لوغاريتم الاس ايه بينزل تحت هنا اهو، يبقى ان لوج 1 زائد 5%. طب انا عايز احسب مين؟ عايز احسب قيمه الان. يبقى اذا الكلام ده اتحط هنا مقام، يبقى ان هتساوي لوج 4800 ماينس لوج 3000 على لوج 1 زائد 5%، يطلع لي 9.6، يعني تقريبا 10 فترات. 10 فترات دي يعني ايه؟ مش فاهم برضو. يعني مش هو قايل ان الفايده كل 6 شهور مرتين في السنه؟ يبقى انا عندي 10 فترات، الان بتاعتي ب 10، صح؟ مش الان ايكوال تي في الام. هو قال لك بقى ان مجموعهم عدد السنين، فعدد مرات تكرار المبلغ في السنه، عدد مرات تكرار الفايده في السنه، اسف. طيب يبقى انا اقسم 10 على 2، لان الان اهي، بص ثواني عشان تبقى فاهم برضو، تي في الام. طيب انا عندي الام، الان بكام؟ ب 10. طيب عدد السنين معرفوش، ده مجهول بالنسبه لي. الام عدد مرات تكرار الفايده في السنه كام؟ 2. يبقى انا عندي تي 2 او 2 تي. اذا التي بكام؟ التايم 10 على 2 يطلع لي 5 years، تمام. يبقى ده هو التايم، تمام. شوف مساله ثانيه، بيقول لي محمود اوز 10000 ديو ان 8 year، 1500 ديو ان 10 سنين. تعالى نرسم الرسمه، تمام. ادي الرسمه بتاعتي، تمام. اول حاجه قال لي محمود استلف او عليه 10000 مستحقه بعد 8 سنين، فرحت جاي عندي 10000، وادي ايه ال 8 سنين اهو، تمام. و 18000 ديو ان 12 شهر، او بس اسف الاول، في 15000 ديو ان 10 ييرز، في 15000 الاول بعد 10 سنين. انا كان عندي 8 سنين قبل كده، هزود كمان سنتين واجي احط له ال 15 اللي هو قايل لي عليه. و 18000 ديو ان 12 شهر، وانا كنت واقف لحد اصلا هنا كان 10 شهور، رحت مزود كمان شهرين وحاطط له ال 18000 اللي قايل لي عليهم اهو، تمام. قال لي هي وونت تو باي 25000 داون، يعني هيدفع مقدما بيمنت فوق اهو، السهم اللي فوق. قلت لك البيمنت بيكون فوق، الاوبليجيشن بيكون تحت، الالتزام اللي عليك، الدين اللي عليك بيبقى تحت. 25000 مقدما يعني دلوقتي، اند ذا بالانس، البالانس يعني الباقي، بقيه الفلوس اللي عليه هيدفعها ان 5 يير، تمام. بوت ذا فوكال ديت، يعني بقيه الفلوس هيدفعها هنا في الحته دي، خلي بالك هو قايل لي بعد 5 سنين، الحته دي كلها اصلا كانت 8، فانا هحط له الـ5 سنين هنا اهم، تمام. بوت ذا فوكال ديت ات 12%، الفايده 12%، هوين او اسف دي 12 يير، دي 12 يير، حط الفوكال ديت بعد 12 سنه، يعني اصلا هتلاقي دي 8 سنين
ودي سنتين وديت سنتين، يعني 8 و4 12، يبقى الحته دي كلها 12 سنه. يبقى الفوكال دي هتبقى هنا يا جماعه، ديت اعدلها عندك في الورقه بقى 12 اير، هنس وين الجي 12 شهر ب 12%، يعني الفايده 12% وهي 12 شهر، يعني كل شهر 1%، كل شهر 1%، يبقى انا اقسم الاي تبقى 12 على 12 ب 1%، ده مقدما يعني. تمام اهي معموله فوايد، يعني 12% كونفرتد مونثلي كانها كده، فتبقى في الشهر كام في المية؟ 1%. طيب تعالى نشوف الكلام ده، صلى على النبي. ادي ديت الاس اوبليجيشن هتساوي الاس بتاعت البيمنت، انت عندك تحت التزامات ديون وعندك فوق فلوس بتندفع، والفوكال ديب بتاعي فين؟ بتاعي هنا اهو، فانا كل المساله هتمشي في الاتجاه ده، يعني انا هحسب اماونت لان كل حاجه هتطلع لقدام. فتعالى نحط الاول الاوبليجيشن اللي هي كام؟ 10000. 10000 دي انا هسميها اس 1 وديت هسميها اس 2، وطبعا دي مش هسميها حاجه لانها هتبقى هتنزل بنفس القيمه بتاعتها لان هي اصلا موجوده عند الفوكال ديت، وديت هتسميها اس 3 وديت اكس اصلا زي ما هي اللي هي اس 4 يعني. تمام تمام طيب صلى على النبي. اس 1 القانون بتاعك بي 1 زائد اي اس ان، بي 1 ماشي 1 زائد اي اس ان. تمام طيب نبدا ناخد البي بتاع كل مبلغ. البي بتاع ده كام؟ 10000. ادي ال 10000 اهي، 1 زائد اي الفايده كام في الميه؟ قلت لك ان احنا خلاص بقى قسمنا ال 12 على 12، 12 مش 12 دي على 12 دي، 12 دي على 12 دي، يطلع لي 1%، فخلاص الفايده تبقى ثابته في المساله كلها 1%. ادي ال 1% اس، واتقل بقى عليا ال ان هي التايم في الام، انا همشي من اول هنا لحد هنا، يعني كام سنه؟ 4 سنين. المبلغ بيتكرر، الفايده كام مره في السنه؟ 12 مره، يبقى 4 في 12 ب 48. تاني من اول هنا لحد الاخر 4 سنين، انا الفايده عندي قد ايه؟ 12% في السنه، يعني كل شهر كام؟ 1%، يبقى انا هضرب 12 في 4 ب 48، 4 سنين فعدد مرات تكرار الفايده في السنه 12 مره، يبقى 4 في 12 ب 48 اهي. يبقى دي الحصه بتاع الايه؟ الاس 1. نيجي الاس 2 اللي هي دي، كام البرنسبل؟ بقى 15000 اهو، الفايده قلت لك زي ما هي 1% بقى، خلاص احنا عرفنا. طيب بالنسبه للتايم 24000 دي جت منين؟ انا همشي قد ايه؟ سنتين. 2 سنتين في عدد مرات تكرار المبلغ الفايده في السنه اللي هو 12 مره، يبقى 24 اهي. اجي عند المبلغ التالت اللي هو 18000، 18000 هتنزل زي ما هي لانها مش هتتحرك من مكان، هي اصلا موجوده عند الفوكال ديت. تمام ما فيش اي مشكله اهي. ايكوال انت عندك يا حبيب قلبي عندك ايه؟ عندك بقى البيمنت، فاضل لك البيمنت. البيمنت اللي هو اس 3 يعني هيطلع لحد قدام هيتحرك 12 سنه، يبقى ال 25000 هتنزل زي ما هي عادي، 1 زائد 1% اس 144. 144 دي كانت منين؟ 12 سنه وعدد مرات تكرار الفايده في السنه 12 مره، يبقى 12 في 12 144. طيب كده خلصت من اس 3. نيجي لاس 4 هي قيمتها ايه؟ اكس. اكس دي هتتحرك قد ايه قدام؟ انت اصلا كان عندك من اول هنا لحد هنا 8 سنين ومن هنا لحد هنا 5 سنين، يبقى الحته دي بقد ايه؟ 3 سنين ماشي زي ما انا كاتب لك كده، ومن هنا لحد هنا دول 4 سنين اهم، يبقى ده هتتحرك كام سنه؟ 7 سنين. 7 سنين طيب 7 سنين والفايده كام مره في السنه؟ 12. كام مره كل شهر او كام مره في السنه؟ 12 مره، يبقى 7 في 12 ب 84 اهو، يبقى انا كده طلعت كل حاجه، كده كل حاجه معايا في المساله معطى ما عدا مين؟ الاكس هي المجهول بالنسبه لي. هتبدا تعوض عادي، هتلاقي ان الاكس تطلع بالرقم ده قدامك، او ممكن تطلع يعني رقم مختلف ايا كان يعني. تمام وكل حاجه متوضحه قدامك زي ما انت شايف. طيب بيقول لي محمود ديبوزيت 200 فور 42 مانس، عمل ايداع ب 200 لمده 42 شهر، طبعا تقسم بقى 42 شهر على 12 هيطلع لك ان هو مدته 3 سنين ونص. تمام طيب والاماونت الاس ب 2800 تمام بكام؟ ب 2000. طبعا ال 200 دي يا جماعه هي تعتبر ايه؟ برنسبل، هو محمود ديبوزيت 200 برنسبل. طيب والاماونت اللي هي الاس تحديدا دي الاس اهي ب 2800،
finds annual compound rate which paid quarterly. احسب لي الفايده، عايز يحسب الاي. الاي بالنسبه لك هنا هي اللي ايه، هي اللي مجهوله. طبعا لازما زي ما قلت لك تكتب له الاثبات، لازم تكتب له الايه الاثبات. هتكتب له اس ايكوال بي 1 زائد اي اس ان، تمام؟ طب عشان انا مش كاتبه بس قدام. طيب الاس بكام عندك؟ الاس عندك بايه؟ 2800. فتقول له 2800، تمام؟ والبرنسبل ب 200، ادي ال 200 في 1 زائد الفايده كام؟ مجهوله، انا ده اللي عايز احسبها اصلا. اس ان، الان بقد ايه؟ الان ب، اللهم صل على سيدنا محمد، هنبدا نحسبها دلوقتي. عدد السنين كام؟ قال لي 42 شهر، يعني 3 سنين ونص. طيب والفايده كلها قد ايه؟ كوارترلي، يعني كم مره في السنه؟ 4. يبقى 42 على 12 اللي هو 3 سنين ونص، يعني 3 ونص مضروبه في عدد السنين اللي هو 4 يطلع لي 14، تمام؟ يبقى الان بكام؟ ب 14. يبقى تقول له اس 14، تمام؟ الكلام ده بقى هو اللي هيتحول لان انا هاخد له الجذر اللي هو اس على بي 1 زائد اس ان. تبدا بقى تشيل كل حاجه وتحط الرقم بتاعها يا جماعه، عادي جدا، تمام؟ هتمشي امورك فيها بمنتهى البساطه. فتكتب الاثبات الاول، اهم حاجه انا هكتب لك اهو، هو ده القانون اللي هتمشي عليه. بس الاثبات لازم تحط، تمام؟ هو مش هينفع تحط له المساله كده وتقول له خلاص انا خلصت، لا طبعا هو ما بيحبش كده خالص، لازم انت توضح له ايه اللي حصل، انت وصلت هنا ازاي اساسا. فالاثبات ده مهم جدا، وبعدين سهل يعني مش اي مشكله، مش محتاج حفظ ولا حاجه. طيب هتبدا تمشي بقى تاتا تاتا لحد ما تلاقي ان الاي جذر ان اس على بي ناقص 1. الان بكام؟ انا لسه حاسبها حالا مالا اهوت ب 14، والاس ب 2800، والبي ب 200، والواحد ماينس 1 ده بره القوس، بره القوس. الناتج اللي هيطلع بقى معاك ايا كان ايه، سواء ده مظبوط ولا مش مظبوط، 2.4 من 10 اهو مثلا. ده يا جماعه فايده كوارتر، ده بايد ايه؟ كوارتر. انا شغال على ان انا مطلعها ديت في الرابع، ما هو اصلا حتى بالعقل ما فيش فايده كامله كده في السنه على بعضيها 2.4 من 10%، مستحيل. فدي كل ربع، فلو عايز احولها للسنويه اضرب في كام؟ اضرب في 4 يطلع لي 9.6 من 10%، تمام؟ تمام كده احنا خلصنا كلام على الكومباوندد انترست. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على الانويتي. الانويتي بقى لما نتكلم عنها هحكي لك كلام عنها بالفايده البسيطه والفايده المركبه، بحيث يبقى انا لميت لك الدنيا. بدات لك الاول كلام عن الفايده البسيطه وحلينا عليها، وبعد كده دخلنا في الفايده المركبه. متنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه، وشغل تجربه كل جديد. صلى على النبي قبلك واذكر الله يا حبيب قلبي. يلا سلام.